طبق 900 جرام وطبق كيلو 20 و25 جنيه. عاملين اطباق بوفتيه. الزبده البلدي الفلاحي 70 جنيه، الزبده البلدي 60 جنيه. عاملين حمام وسمان، كل سنه حضرتك طيب. الحمام عامل 45 جنيه والسمانة عامل 30 جنيه. جايبه سمانة، السمانة اللي هي على بعضها. جايبين البرازيلي وجايبين الهندي عشان يكون سعرها مدعم. بنبيع البرازيلي ب 62 جنيه وبنبيع الهندي ب 55 ل 50 جنيه على حسب القطعية. عاملين مفروض الطبق يبدا من 20 جنيه. هندي وسوداني وبرازيلي كل الانواع موجودة. عندنا كميات كبيرة جدا ان شاء الله، كل الكميات متاحة ومتوفرة. عندنا كل الحاجة عشان المدارس كمان. عملنا كيلو كفتة 25 جنيه، كيلو برجر 25 جنيه، سوسيس وبيست سوسيس 40 جنيه. كل حاجة عندنا جمبري يبدأ من 50 جنيه ميزان. سمك فيليه محلي مش مستورد يبدأ من 40 جنيه. العروق الفليتو والتريبيانكو والصباع القشرة والانتركوت والروز بيف. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك صحة وسلامة. اي حته كده اي حته كده احنا الزيت وقال لي كده زيت القرميش
ايوه انا مش اهو. اتفضل يا فندم. حضرتك الزيت ده هو المفروض ان الكرتونه ب 75، احنا بنبيعها ب 20 جنيه يعني الكرتونه ب 240. حضرتك مسجل لبره احنا بنبيع، انا الوكيل بنبيعها ب 270، احنا في المعرض بنبيعها ب 20 جنيه يعني الكرتونه بتتم 240. لاخر المعرض لاي كميه. لا لا المعرض لغايه بعد رمضان كده. حتى اي وقت الحمد لله احنا عندنا بضاعه. المعرض والمحل. احنا وكيل برضه وكيل المتحدة الشباب. المعرض والمحل في بدل. ده حضرتك زيت استيراد احنا برضه، ده زيت تركي، زيت زيت 180 وحضرتك 81 ولا 3 الصفيح. ده بنبيعه ب 110. المفروض احنا بنبيعه ده 3. 3 ال 4. اه المفروض احنا بنبيعه في الماركت في مصر ب 150. يعني احنا هنبيع 110 هنا ب 130 يا فندم.